السلام عليكم حبايبي طيبين، وهذا فيديو جديد. طبعا اسف جدا على التاخير على الفيديو، لان انا كنت يعني سلسله من الامراض اللي جتني، مو مرض ومرضين، القريبين يعرفون انا جاي احكي. والله اول شيء عندي حصوه بالكليه، فنمت مستشفى يومين، وراها انفلونزا قوية، وراها انفلونزا قوية ضربتني حصوة، وصار لي تقريبا 14 يوم محجور. هسه يلا وصلت جيت للطيور، جيت هذا حالهم، هذا هي التنظيف. هسه راح انظفهم ان شاء الله، ان شاء الله بنقطع وياكم. هاي بعد والله ما نظفت، طلعت القاعدة الترابية، طبعا عادي يعني هطشرون. اللي تشوفون هذا الفرخ اللي هو الزعتوط بين قوسين، استوى طلع من العش طلع الصبغة مالته، يعني ما تاكل هيجي يعني خواته، هذني خواتم عادي يعني ما صفرة بعد، بس بحاله يعني من هو صغير فحل بين ذاك وينه، ما بنقارب على حتى بنقارب على اسود. شنو هذا؟ شنو هذا؟ أربع صبغات كاملة. بالنسبة للأفراق، عندي يعني عندي أفراق طبعا، وهذا أبوها حاليا، أبوها مقتول، أفراق طبعا عندي، وعندي بعد هشتون بيضا، وعندي أفراق مجال حاليا لحميات. بالنسبة للحمام الملكي، وقف هنا عليه، أنا سواليف. بالنسبة للحمام الملكي، عندي هنا زوج بيضات، ناخذ، وعندي هذا حلو بعون بيض بعد ما انفرطه، وعندي هذا الحلو هذا الثاني هاي على جلا وحدة، وانت ايش عندك هذا؟ فخر عندي هذا البيت طلع الافراح عنده حاليا، هسه قلت لكم عليه فارق هذا فلشي، بس باع الشغل، بس مع الشغل. وذيك شريف هي شاي هون. هذا بيزعل مع المضغ. وعندنا هنا بنغاليات شايفينهم على اتي طلع لنا، انا راقبهم طبعا، فحل واحد واحتمال يعني ثلاث نتاية او فحل اثنين فحل اثنين ما ادري. عندي هنا زوج نامت على بيض هم البنغالي، وعندي هذا زوج رجع بيض، وهذني حبايب الافراح ما ادري ايش فيها. طبعا ما اعرف هاي رجعت لي ضيت، لا ما اعرف والله، لا قاعد ما ادري بيضة، خليني اكمل نجرب الافراح زين.
بالنسبة للبناجز يعني هن ما كفار جديدة، هي انتاج وموت و... وجاء صباحكم الله بالخير حبايب الطيبين. اليوم فاجأت نزلي التقيت هذا عندي، هذا الوحش مستشهد، لا يعاني من مرض لا يعاني من كل شيء، بس هو من وحده الله يرحمه. هاي بعد هذا اللي هنا وصيل حياته قد صيد، شو تسوي له؟ نجي نطير الحب عندي هذا، هذا واحد طلع عندي ذاك يريد يطلع، ما في طلع شكل جالوز وعندي هذا بيض، هذا زوج او فيه ما زعجي، عندي هاي الافراخ هذا الرينبو، ما شاء الله انا حيل احب هذا الزوج، انتاجه كلش حلو يعني. وبالنسبه لهذا الزوج البناجز جوا ابيض، عندي هذا هم اشوفكم اياهن، ناس يقولوا لي شنو هاي؟ ما كربط بين الاحجام، شو تسوي الشباب؟ ما عندي، شوف هذا، شوف هذا جدوده، ما عندي هسه زوج، عنده افراغ صغار حتى احط وياه، بس هو عادي يعني متكيف عادي. وين عبارت؟ وين؟ بالنسبة للكوبتية اللي حاولت كان يعرفها شكري ونثية انجليزية ونامن شكلها في انجليزيه، فخليت انجليزيات سوى وشكلها سوى، يعني ما اعرف الفحل هذا قام يكتب انه ما خليت بيض كسر بيضها اول مره، حاله اول مره تصير. وبالنسبه لهذا الزوج حاليا عندي فرخ هو، او ما خلي ازعجهم، هذين المخاريف مال الميكسات وهذا هو شباب، ماكو شي جديد. هنا انا وصلنا لنهاية الفيديو شباب، واعذرونا على التأخير، بس والله الشغلة مو بايدي لان كنت مريض. لا تنسونا من الدعاء، في امان الله.